السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أحد الطلبة، إن شاء الله نشتغل معاكم Engineering Mechanics 1 Problems. الأسئلة رقم 15 بتقول لي Determine the horizontal and vertical component of reaction on the beam. عندنا beam بالشكل ده زي المرسوم هنا في الفريبر دايجرام، عليه مجموعة قوة 10 نيوتن، 100 نيوتن، 600 نيوتن على زاوية 45، وبتبعد مسافة 2 من 10 عن السنتر بتاع البيم. فبيقول لي عايز الهوريزونتال والفيرتيكال كومبوننت اوف رياكشن. طبعا القوه دي كلها لما نيجي تضغط على البيم والبيم متعلق او متثبت عندي من نقطه A ونقطه B، يحصل ان البي والA يردوا برياكشن. الرياكشن ده بنسميه AY هنا في حاله الA وBY وBX في حاله البي. طب ليه مختلفين؟ ليه هنا في فيرتيكال وهنا في فيرتيكال هوريزونتال؟ بسبب نوع السبورت اللي موجود. شكل السبورت هنا هو اللي بيخلي ان انا احط واحد بس او اثنين. فبيقول لي caused by the pin at B and the rocker at A. بيقول لي عندي البي في بن وفي عند الاي في روكر. ده شكل البن سبورت اهو، يعني حاجه زي ما فصلت الباب كده. يقدر الجسم ان هو يلف لكن ما يقدرش يتحرك لا في اتجاه الاكس ولا في اتجاه الواي. طالما ما يقدرش يتحرك يبقى لازم يكون في ايه؟ رياكشن. طيب تعال نبص على الروكر ده. الروكر ده يقدر يلف ويقدر لو العمود ده مثلا او البي بيتحرك كده شويه يقدر يتحرك معاه لان هو مش متثبت. هو يقدر يتحرك افقي لكن ما يقدرش يتحرك راسي، وطالما ما يقدرش يتحرك راسي يبقى بيكون في رياكشن في اتجاه الراسي. ما يقدرش يتحرك لفوق ولكن يقدر يتحرك في الناحيتين كده وكده، ويقدر يلف، يبقى ما عندناش لا مومنت ولا اي اكس. لكن هنا ما يقدرش، لو انا سحبته كده يعوقني، لو انا سحبته لفوق يعوقني، يبقى في بي اكس وبي واي، وفي نفس الوقت يقدر يلف مفيش مومنت. تعال نحط القوه اللي معانا. القوه هنا 200 نيوتن، عندنا هو قوه كمان هنا 100 نيوتن، عندنا قوه مايله هنا 600. طبعا 600 على زاويه 45 يبقى نقدر نحللها، تبقى 600 كوزاين 45 و600 ساين 45 او كوزاين 45 الاثنين واحد. تمام؟ طيب بتأثر على مسافة 2 من 10، يبقى هنا في 2 من 10 ناخد بالنا منه. طيب تعال نطبق دلوقتي، احنا عايزين نجيب الرياكشن فلازم نعمل سميشن فورسز في اتجاه الاكس ايكوال 0، سميشن فورسز في اتجاه الواي ايكوال 0، سميشن مومنت ايكوال 0. سميشن فورسز في اتجاه الاكس، طيب عندنا ايه القول في اتجاه الاكس؟ تعال نبص كده، ده واي ده واي، مفيش غير 600. طيب 600 مشاورة ازاي؟ مشاورة كده، يبقى اذا 600 ساين 45 موجبه. طيب والبي اكس؟ البي اكس سالب يبقى ناقص بي اكس، يبقى اذا ده كله بيساوي صفر، يبقى اذا البي اكس هتساوي 600 ودي الناحيه الثانيه يعني ساين 45 اللي هي هتساوي 424 نيوتن، وده اول رياكشن انا اجيبه. تعالى نروح الناحيه الثانيه، سميشن اف واي يساوي صفر، هاخد موجب لفوق. طيب احنا عندنا اي واي دي موجبه عشان اتجاهها لفوق. طيب 600 كوزان 45 اتجاهها لتحت عشان سالبه. طيب وبعدين ال 100 اتجاهها لتحت هي سالبه، ال 200 اتجاهها لتحت هي سالبه، البي واي اتجاهها لفوق موجبه تساوي صفر. طب ده انا عندي مجهولين، يبقى استنى شويه اخد سميشن المومنت حوالين نقطه او. ده اتجاه الموجب، اتجاه عكس العقارب. هاخد حوالين نقطة ايه؟ خليها حوالين نقطة الايه؟ لازم اخد حوالين نقطة، والنقطة اللي فيها مجهول. يعني لو انا اخدت حوالين ايه؟ ماشي، هيبقى الايه مش موجود. لو انا اخدت حوالين البي هيبقى البي مش موجود. طيب خلينا ناخد حوالين الايه. لو خدت حوالين الايه نكتب المعادلة. أول قوة، القوة 600 كوزاين 45. دي بتلف ازاي؟ بتلف كده اهو، يبقى دي بتلف مع العقارب ده السالب، سالب 600 كوزاين 45 في المسافه. المسافه بين القوه دي والنقطه عباره عن كام؟ عباره عن 2 متر اهي، ما بين النقطه دي وبين ال ايه 2 متر. طيب ودي كوزاين 45. طيب والساين؟ الساين بتلف برضو، بتلف. طيب هي اصلا مش بتاثر عند اولى، بتاثر اعلى شويه من مسافه 2 من 10 زي ما قلنا، يعني هتاثر فوق شويه، فبالتالي هي بتلف زي هتلف كده، هي هتيجي تروح جايه
هتمشي تروح جاي لي. طيب تلف مع مين؟ مع الأقارب كده، يبقى السالب برضه 600 ساين 45 في المسافة اللي هي كام؟ 2/10. طيب كمل، خلاص القوتين دول اه تمام. يبقى ال 100 بعد كده، ال 100 هتلف ازاي؟ هتلف كده مع العقارب برضه، يبقى ماينس 100 في المسافة بتاعتها اللي هي 3 زائد 2 يبقى 5. فاضل بعد كده ال 200 برضه بتلف معاهم باين والماينس، ماينس 200 في 2 و3 و2 في 7. فاضل ايه؟ فاضل البي واي والبي اكس. البي واي بتلف اه بتلف بتلف عكس العقارب، يبقى اذا دي بالموجب يبقى زائد البي واي في المسافه بتاعتها اللي هي كام؟ البي واي دي برضه 2 و3 و2 يعني 7. طيب هل البي اكس دي ليها عزم؟ لو انا مشيت بيها كده 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 هلاقيها تعدي بالنقطه، يبقى اذا ما لهاش عزم، تبقى كده كل ده بيساوي صفر. لو انا جمعت دول ووديتهم الناحيه الثانيه هلاقي ان البي واي هيساوي 405 نيوتن. هجمع دول سالب 600 كوزاين وبعد كده اوديهم الناحيه الثانيه واقسم على 7 يديني 405 نيوتن. عشان اجيب الاي واي اروح معوض في اللي فوق دي، يبقى اذا الاي واي ناقص 600 كوزاين 45 ناقص 100 ناقص 200 زائد ال 405 اللي هي بي واي، ده كله بيساوي صفر، واقدر اطلع قيمه الاي واي ب 319 نيوتن. يبقى انا كده طلعت معايا الاي واي ب 319، طلعت معايا البي واي ب 405، طلعت معايا البي اكس ب 424 نيوتن. يبقى انا جبت كل القوى والرياكشنات. طبعا المهم في المساله ان انا اعرف ازاي اتجاهات المومنت، القوه اللي بتلف من تحت مع العقارب تبقى بالسالب، قوة العكس العقارب تبقى بالموجب. كمان لو في قوة بعيدة عن الركيزة زي كده المسافة، يبقى برضو القوة دي ليها عزم. بالإضافة إن أنا بعرف إن الروكر ده بيبقى ليه رياكشن واحد، والبن أو الهنج سبورت زي ما فصلت في الباب دي ليها اتنين رياكشن.